السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، جيناكم بفيديو جديد تدريب ليج اوف ليجندز او ليج اوف ليجندز كوتشنج. الفكرة من السلسلة هذه انه ناخذ واحد من المتابعين اللي موجودين عندنا في البث بعد ما يوفي متطلبات الكوتشنج ونسوي له حصة تدريبية كاملة على واحدة من الالعاب ولا الاقيام اللي لعبها، على اساس انه نحاول نطلع المشاكل اللي عنده يصلحها ونشوف الحاجات الكويسة نحاول نركز عليها وننميها. اذا تبغى تعرف كيف اسوي لك انت كوتشنج سيشن، تعال شاركني في البث اليومي حقي اللي موجود اللينك حقه في الديسكربشن تحت، وان شاء الله هتعرف كيف. الفيديوهات هذه عامة طويلة شوية على اساس احنا حنروح على جيم كامل ندور فيه بالتفصيل على كل حاجة انت بتسويها. إذا عجبك الفيديو هذا لا تنسى تسوي لايك وشير وسبسكرايب وإن شاء الله تنبسطوا. طيب زي ما نبدأ كل مرة، أنت عارف الماتش أب وليش؟ هسا الماتش أب أنا بالنسبة لي بلعبه كثير أجريسيف بشكل، فإذا الدي سي اللي معي أجريسيف برضه بعمل بوك كثير، إذا الدي سي بلعب سيف أنا بفيد في الجيم بشكل عام. ما علينا في هذا الكلام، الماتش أب هذا اللي قدامنا كيف؟ اللي ضدنا انا بوك ضد تانك او ال ام، اذا قدرت اعمل بوك في بدايه الهاف يعني تقريبا اول لبلا ممكن نفوز للفيد، بس اذا دخل علي مره واحده ال ام بوك. اوكي الماتش اب هذا مين يفوز؟ ليش؟ عشان يعني دمج اكثر لما نطالع في دريفن ومس فورشن، يعني 1 تو 1 هم دريفن عنده الدامج ادفانتج ما فيها كلام، الاول ان ادفانتج، بس هم اذا راحوا الاول ان كلهم الاثنين على دريفن هم دايوين. انتوا عندكم البوك ادفانتج في الايرلي جيم، وبعدين عندك الديسنجيج ادفانتج على ليونا، لو سويت التورنيدو حقك على ليونا كويس المفروض تفوزوا. هذا الماتش اب يعتمد على انك انت تسوي شغلك صح، وعلى ان والله الدريفن ما يوقف في محل غلط. فان هاينسايت مين اللي حياخذ برايو؟ احنا عشان عندنا بوك اكثر منهم. عشان عندنا بوك اكثر منهم في بدايه الجيم. تكلم كذا معلش. الو. ايوه 1 2 3 صوتك كويس ده. بما انه هذا الكلام انتوا عارفينه، ايش كيف حتلعب اللين؟ حاول اعمل بوك على مس فورتشن وخلي السيد ما يفرق. حاول تسوي بوك على مس فورتشن ولا على ليونا؟ هو ايفر از اقرب لك من دون ما تطلع اوت اوف بوزيشن. طيب ما حتكلم على اي شيء مايكرو ميكانيك، انت ايش الليلو حقك دحين؟ انا السيزون الماضي جولد، هذا السيزون هسه سيلفر 1. طيب لما تلعب الماتش اب هذا انت قلت لي في البدايه انا ما اخاف منهم صح؟ ايوه. وانتو اوريدي عندكم مينيون ادفانتج صح؟ يس. اوكي ايش اللي يستدعيك تلعب ورا مش قدام زي دريفن؟ عشان لسه مش عارف ايش اللي ملفليته هي اي ولا الكيو. حتى لو ملفله لي ايش حتسوي لك؟ حتجيب الاي وبعدين لسه مش متوقع الدمج تبعها لسه. طيب بعدين قلت لك انه لسه مش عارف البي سي تبعي، ما بعرفش انه بدخلوا معي بي سيات تلاقيه بيلعب ورا المينيونز. ف لا بس احنا شايفينه مقدم الرجال. it makes more sense for me انه والله اقدم والعب اجريسيف اكثر من اني العب باسيف. كل حالات جالس ترويد and you're doing what you're supposed to do. البوزيشننج حقك كويس ما في اي مشاكل. الاي دي سي المفروض ما يحاول يسوي شف للويف بالطريقه هذه. كل اللي يحتاج يسويه انه والله هي مينتينز الستاك حقه، وفي نفس الوقت انت المفروض تلعب اجريسيف هنا ليفل واحد، ما في شيء يستدعي انك ترجع هنا. طيب خلينا نرجع تاني، خلينا احط مانيو الكاميرا لانه قلقتني. هادي when you are this far ahead وانتو ليفل 1 وعندكم مينيون ادفانتج، it's always worth it انه والله يترود معك. اوكي حتى لو ضربك انت وما ضرب المينيون it's always worth it.
ليش تخليه ياخذ المينيون هذا ببلاش؟ شوف هنا معايا هنا المفروض انت دقيقه بس المفروض يور بوزيشنينج هنا على الاي دي سي ما هو مره بعيد عنك طبعا احنا لسه احنا عارفين انه هذا ليفل 1 تمام لسه ليفل 1 وعارفين متى المينيون متى هياخذ ليفل 2 بعد المينيون الثالث من الويف يعني 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 قد ايش من هذول يعني ياخذوا الخمسه هذول قدام بالضبط يعني مره ما اشيل همهم ولا اخاف منهم من اي نوع من الانواع يعني ما عندي شيء يستدعي اني اخاف منهم اي وونت يو تو بوزيشن هير طبعا دائما اوك ان بارلل مع الاي دي سي حقك الاي دي سي قريب الاي دي سي برضه از موفينج ستريت فورورد انت تلعب هنا كل مره تيجي المفروض اصلا خلاص شي كانت سي اس اني ثينج وانتم هنا يو فريز اللين او مو يو فريز اللين ما تعطوا لهم مجال انهم هم يقربوا نهائيا يو هاف تو بلاي ا بيت مور اجريسيف جانا بغض النظر عن الاسكوشنيس حقتنا انت عارف انه جانا از ا فيري اجريسيف شامبيون انت مره اجريسيف بالذات في الماتش ابس اللي انت فايز فيها هذه يعني من دون اي منازع احلى ماتش اب تلعبه مع جانا لما يكون قدامي ملي سبورت يس yes. مع انه هم يحسبوا ايش انا اخذ ليون انا حفوز اللين صح كلهم يحسبوا زي كذا يعني هم يحسب انه عشان بيلعب ليون عشان بكره يكون عليهم اكثر بالضبط فاحنا نبغى نستفيد من الادفانتج هذه وكيف نستفيد منها بانه نفوق انا بالعكس انا 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 ابغى اتفوق ليون اكثر مما اتفوق شو اسمه انا ليون عشان معها دبل بوشن ومعها كوكيز It's okay. اوتو اتاكس اتس اولويز ورث ات مان كل اوتو اتاك تسويها حتى لو في لو 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 مس فورشن ورا لانه لو ليونا هيلثها واطي ما تقدر تسوي انجيج دي لوز الوين كونديشن حقهم الوين كونديشن حقهم ليونا مش مس فورشن صح فلما يكون عندنا فرونت لاينر ملي دائما يا تام كينش ليونا بروم عبد السميع وهو ايفر احنا دائما نحاول نفوق قد ما نقدر طبعا باعتبار انه هو البوزيشنينج حقه سيء هو البوزيشنينج حقه متوسط ما هو مره سيء يعني بس نطالع ما يقدم كثير زي الاي دي سي شوف الاي دي سي يقدم هو ما يقدم تمام فهنا يعني يور بوزيشنينج بيهايند وايل يو شود بي بوزيشنينج اهيد وكل مره يقربوا زي كده ببلاش ليونا تاكل كف مس فورشن تاكل كف حتى لو ضربوك It's worth it. عندك بوشينات لا تخاف إنه هيلثك ينقص. خاف الأول إن بس هيلثك ينقص ما we don't want to be afraid of it. تمام؟ طب هسا إذا نقص الهيلث على أقل من كم بالنسبة يعني نص اللي تشفي أستخدم البوشين ولا؟ البوشين على طول دائما تخلي هيلثك فوق 70%. Yes. عشان أول إن potential is. دائما هيلثك من يوم ما تنضرب ضربة أكثر 150 هيلث شغل البوشين. لا تمسك البوشن ايش الفائده تمسك وتشتري وتخليه عندك اوكي المفروض دحين هي دازنت سيت هذا داز نوت سياس شود نوت بي ايبل تو جيت يعني هنا ما يعدي هنا اي شود بي هير اي شيء هو مقدم زي كذا قدام هو حمار وهو هي نوز انه ما في بانشمنت لانه يور نوت بانشينج هو مقدم وهو ما اخذ راحته المفروض ما يقدر يوصل هنا نهائيا وانتوا الليله انتهى المفروض بالنسبه لنا او اتليست الايرلي جيم لين او ليفل 2 ادفانتج ليفل 3 ادفانتج ليفل 6 ادفانتج كله حقكم اوكي فاباك توقف هنا المره الجايه اند يو زون العب زونينج بوتنشال لين ما توصل ليفل 2 توصل ليفل 2 احنا نخاف من الاولين حقها ولو عندها ليفل 2 انت عندك الكيو ما تخاف اباك تسوي يعني انت اذا انت مين جانا وبتلعب جانا متمكن منها مظبوط الكيو تايمينج حقك كويس خليها تجي العب اجريسيف خليها تحاول تجي انت تدي الكيو على طول وانت هنا ان يو مينتين لين كنترول وبرضه تلعب بنفس الطريقه ذا هول جيم او اور ذا هول لين تمام طيب فما في يعني كل مره تشوف نفسك جالس تمشي ما تسوي ولا شيء عارف انه في شيء غلط يعني هذه اللفلفه كده جالس الف حول نفسي بستنى الاي دي سي يسوي حاجه ذير از سمثينغ رونج كنت بستنى الكول داون تبع ما اوتوز 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 يا انا الاوتوز مش متعود انه يا اوتوز احسن شيء في التريدز او اول شيء طبعا يعني حنتكلم على تريد اول شيء لما المفروض تسوي اوتو اي ولا هي اي ولا دبليو دبليو صح الدبليو لازم تسوي اوتو اي ما ابغى كذا بتجي شوف اهو يعني جيت وصلت في الرينج حق الدبليو ما ضربت اوتو ضربت دبليو بس ليش انت مين جانا ما في ماني متعود يس لما تقول لي انا مين شامبيون انا اتوقع انه انت تعرف كل الميكرو ميكانيكس الصغيره البسيطه حقته هنا اوتو دبليو ايش حتخسر لو سويت اوتو ما تخسر شيء
والدبليو حتيجي اوكي مزبوط ثانك يو. فيبغانا نفكر في الشغلات الصغيره هذه. فاوتو افري تايم ذير از ا بوتنشل ولا تخليه يفرم. ليه يفرم؟ حتى الاي دي سي حق يعني الاي دي سي حقك يعني بيسوي نفس الشيء تقريبا يعني بيعطي له تشانس انه يفرم وهو هيز تراينج تو بوش ذا ويف من دون ما يحتاج يسوي بوش ذا ويف. فنرجع من البدايه من يوم انتوا جيتوا اللين اول. ما دام انتوا جيتوا اللين اول هم ملي ما عندهم بوتنشل تخاف انه يو جو فرونت يو بلاي ا بيت مور اجريسيف تقدم على قدام ما ترجع على ورا اوكي تقدم قدام وتجلس تضرب اوتو اوتو اي اوتو دبليو وات ايفر ات از. ليونا ايش ما يسوي عندكم يعني لو دخل هنا دخل في وسط المينيون ويف حقتكم الكبيره يو ذات. هذا المينيون المفروض انت ضربته عليه. المينيون اللي قبله انت المفروض انت ضربته عليه. المينيون دحين يعني وقفتك هنا كويس شوف ما تقرب ما تقرب ما تقرب ما تنسى تسوي اوتو اوكي. ما عندنا ولا شيء نخاف منه من ليونا. يو ستيل بلاي اجريسيف دونت بلاي باسيف. لا ترجع على ورا انزل يمين تحت فوق يعني نبغى نتحرك وي وونت تو موف لايك ذس rather than like this. انا دائما اقولها في السبورتات اللي هم رينجد why don't we want طبعا الاي دي سي رجع ارجع معه بس بعدين العب كذا. الاي دي سي قدم اقدم معه بعدين العب يمين يسار فاهمني؟ يس اوكي نفس الخط مع الاي دي سي بالضبط. طبعا انت ممكن تقدم شويه قدام لما تكون اهو في يعني زي كذا يعني think about it. انا اترود مع الاي دي سي حقهم ولا دي سي حقي ما يحتاج يسترود. It's always worth it. الهيلث حق الاي دي سي حقهم is way more worth it than الهيلث حقك تمام. لو انت قدمت اوت اوف بوزيشن شويه وهذا هنا يعني ما انت في الرينج حقه وضربت الدبليو اوتو اوتو دبليو اوتو طبعا ممكن تسويها الثلاثه كلها وهو ضربك اوتو كيو اوتو انت هيلثك رجع فوق بوشن هو اضطر فوق البوشن حقه وين وين سيتويشن دائما فور اس تمام. جانا is all about يعني two things. جانا is all about البوك في اللين وهاو ماتش لين بريشر انت تسوي وبعدين هاو يو بلاي التيم فايتس. انا ما بركز على شغلتين هذه طبعا حنتكلم برضو عن عن هاو يو وارد وكيف تتحرك في الماب وكيف تسوي روتيشن وكيف تسوي روم حاخش فيها بالتفصيل بس اهم شيء بالنسبه لنا بالذات في الايلو اللي انت فيه هذا is how to win lane. Yes. Yes. بس بالذات لما تلعب في 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 اجريسيف لين زي هذا اللين هذا يعطيك بوتنشل انه انت تفوز اللين بطريقه هلا وي وونت تو تيك ادفانتج اوف ات تمام تمام اوكي. السي اس هذا طبعا اقلها باك تتعلم افري تايم الاي دي سي اللي قدامي جاي ياخذ سي اس اي نيد تو بانش هيم اوكي. نبغى انا دائما اقولها في ستريم عندي وي وونت تو كونتست كل مينيون. وات داز ات مين كل مينيون هو بيحاول ياخذه ياخذ عليه هذا تضرب. طبعا لما يكون عندهم ثريش ولا يكون عندهم واحد يقدر يسحبك ولا يكون يتغير الكلام تمام. ما تقول عمر قال وخلاص دائما قدم. يس دائما نبغى نضرب بس كيف توقف على حسب مين السبورت اللي قدامك مزبوط تمام. يعني انت هو ما شاء الله عليك قدك فاهم وسامعني كثير المفروض انه you have an understanding of this abidan. اذا كان عندهم ثريش ولا كان عندهم واحد يقدر يضربك most probably you're not position here you're position behind the minion. المينيون اللي جاي يموت المينيون اللي جاي يموت ابغاك توقف فوقه يجي يضربه انت تضربه بس عشان مسفاش عندها بس بالكيو تيجي الدمج اعلى وبده يموت حبيبي اتس انا قلت لو 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 في واحد تاني يقدر يضربك هذا اول شيء. الشيء الثاني خليها تضرب الكيو حقتها وانت تشيل نص هلتها اتس ورث ات من دون ما تنصاد من السبورت. انا قلت لو في هنا ثريش مثلا ثريش عنده الكيو حقته اوف كورس انا اوقف ورا المينيون فجايه تسوي تريد معايا اي ويل تريد مو مع الاي دي سي حقي اي ويل تريد اتس ورث ات تو تريد بليز. الهيلث از ا ريسورس دائما الناس يحسب الهيلث انا لازم اتبع لهيلثي. لا اصرف هيلثك مش مشكله لازم نبدا نفكر في الهيلث از 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 سمثينج كواحد من الريسورسز زي الابيليتيز حقتنا اللي نقدر نستخدمها لما نقدر نضرب واحد ولا نتعامل مع واحد وزي ما قلت لك الهيلث حقك از اواي ليس امبورتنت اقل اهميه من الهيلث حق الاي دي سي. لو هو جاك ضربك وراح عليك بار وانت شلت عليه بار ونص ثاني اللين انتهى هو خرج من اللين هو ما يقدر يقرب ياخذ اي سي اس هو حيلعب يا باسيف يا حيضطر يسوي ريكول يا حيفك البوشن عشان يرجع هيلثه ونبغى يفك البوشن اول قبل البوشن حق الانمي قبل الاي دي سي حقنا وما نبغى يجلس يضرب المينيونز بال شو اسمه بالدورانز بليد ويجلس يهيل فكل مره يجي يبغى ياخذ هيل يبغى يهيل انا لازم الطشه اوكي. ما تتخيل قد ايه اتعب نفسيا لما يجيني جانا كويس. اكثر سبورت اي هيت الجانا الكويسين الحمد لله اسنات جانا ميتا بس لما نجيني جانا كويس
والله يطلعك يعني يخليك تخرج من اللين تكره اللين من جد، تكره ام اللين، تتنشن. اوكي، فاول شيء توقف يو بوزيشن مور اجريسيفلي، ثاني شيء لازم اوتو كيو، اوتو دبليو، اوتو اور ات ليست اوتو دبليو. اوكي، بالذات لما ما انت خايف من السبورت، ما في شيء يعني. ابغى ارجع لك، شوف لما سويت الدبليو حقك، انا لو انا محلك ما ارجع على ورا، ادي الدبليو واقدم على قدام، يعني ادي اوتو دبليو اوتو على قدام وارجع. ليون ايش حيسوي لي؟ فاهمني؟ شوفها هنا، خلينا نحطها سلو مود. شوف هذه انت عشان ما اخذ الاجرو تبع ال اتس فاين مان، اتس فاين، اتس وورث ات تو تريد الهيلث حقك فور الهيلث حقها. هذا اللي ابغى بوصل لك اياه، اتس وورث ات تو تريد الهيلث حقك فور الهيلث حقها، اتس وورث ات تو تريد الهيلث حقك. كده نحفظها نكتبها. جاي بياخذ السي اس هذا، ما ياخذه. ثلاثة مينيونز أصلاً ما يضربوني مرة كثيرة، I don't give a damn. وأكشلي لو قدمت على قدام كمان شوية المينيونز ما يضربوك. المينيونز يعني أوتو أوتو اثنين 37 Why are you afraid man؟ فاهمني؟ نرجع تاني تضربها وتروح على قدام. بالضبط. Don't be a pussy. وطبعا في نفس الوقت لا تقدم مره كثير بعيدا لاي دي سي حقك يقدر يصدوك ويفشوك. لا ننسى انه يعني حتى لو ما عندها الاي عندها الكيو مثلا، ليونا ممكن تسوي فلاش كيو. طبعا غبي لو سوى فلاش كيو، بس ممكن اي شيء وارد. اوكي، بس ما في شيء يقدروا يسووه في اللين هذا يخلوكم ما تفوزوا. هذا اوتو كيو دبليو اوتو على قدام، ما في شيء يسويه، ما في مينينز، ما في اي حاجه، ما في هذا. فاهمني؟ بس فكره لسه انا ما كنت عارف ايش المبلغ هو، ما يفرق يسوي الاي عندك فلاش. صح، قلت لك worst case scenario تسوي الاي عليك، بعدين راح نص هلفك، عندك two potions ممكن يعني وارد. احنا ما نبغى نسوي high risk، نبغى نسوي low risk high reward. فاهمني؟ وهذه low risk، ما فيها risk، it's not risky، ما فيها خطر، ما فيها خطر علي. مس فورشن ما عنده الكيو، دوب سوى الكيو قدامي. ليونا حتى لو عندها الاي، ايش مس فورشن حتسوي لي؟ مس فورشن ضربت الكيو، حضرب اوتو، حتضربني اوتو، تو اوتوز، عندي 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 تو هيلث بوشنز استخدمهم، اقدر اسوي ريكول ارست بعدين لما ترست تشتري الهيلث بوشنز وتكمل. فبي واي مور اجريسيف، بس نن يعني من دون ريسك، من دون مخاطره. فاهمني؟ يعني هذه ما في مخاطره. شوف لو في مخاطره ما كنت قلت لك امشي زي كذا. اوتو W دحين أخذتها. ليش أخذتها؟ عشان ما رجعت، هم رجعوا فما راح يقلب عليك. بس is this more worth than... بالضبط. طبعا this is not worth it. يعني لما تشيل أهلات حق ال support for support support وانت الأهلات حقك ينقص، يعني لما تريد حقتهم كده أحسن منك كثير، ما في شيء يستحوي. كان ضربنا ليونا ضربة، ارجع خلاص، ليش تقدم على قدام؟ ما ترجع، ما تقدم على قدام. فهذه شويه مايكرو ميكانكس اوف هاو يو موف الماب. طبعا انا ما اقدر اشوف من الفيو هذا، انا ما اقدر اشوف انت كيف تتحرك بالماوس حقتك. اوكي، مفروض احنا كاي دي سيز ولا سبورتس ولا ناس يلعبوا رينج، المفروض لما نتحرك بال شو اسمه بالماوس ما نتحرك بعيد يمين يسار حوالين فوق تحت قريب. يس، قد ما تقدر. الفكره فيها انه يصير عندك تحكم اسرع في الشامبيون، وهذه ما تخليك تسوي نفس اللي صار دوبه هذا. اوكي، لا انا صار ممكن من مش متذكر الجيم القديم، الجيم تقريبا تقريبا بغض النظر، بتذكر انه يعني كنت حابب احاول اعمل بش او ابعدكم اعمل تريد. فاهم، بس متى نسوي تريد؟ قلنا يا فهمت انه لما يكون في مينيونز بده ياخذوه. بالضبط، هون ما كان في مينيونز. اوكي، ما نبغى نسوي تريد اعتباطي، انا برونز ولا انا سيلفر ولا انا جولد ولا انا بلات ولا انا دايموند، ما نبغى. متى اسوي تريد؟ لما يكون عندنا ويندو اوف اوبورتونيتي، يعني ويندو اوف اوبورتونيتي ايش يسموها بالعربي هذه؟ لما يكون عندنا يعني فرصه مناسبه، فرصه إيه جاتني فرصه تستدعي، يعني اقدر اخذ فيها اي وين تريد، تمام، او نافذه للفرصه على شكرا. لما يكون في عندنا نافذه، انه والله احنا يعني كده فتحت لي
فرصة بسيطة انه انا اقدر استغلها. واحد جاي يشيل مينيون، هو بياخذ المينيون وانا اضربه ببلاش. اثنين انا هو اوت اوف بوزيشن زي ما سوى ليونا دوبو، رحت انت ضربته ضربتين ورثت، هو اوت اوف بوزيشن، المينيون ويف حقتنا بتسوي بوش عليهم، ما عندهم ويفز، هو المفروض يستنى تحت التاور، هو ما يستحي، غلطان طلع اوت اوف بوزيشن، ديفينتلي اضربه ديفينتلي. اوكي ثلاثة دونت اوفر اكستند. ثلاثة عندنا سي اس، عندنا سامنر ادفانتج، عندنا سي دي ادفانتج. انا عندي سي دي، انا شفت مس فورشن فكت الاوتو كيو على مينيون، بعد المينيون ما عندي شيء، اروح انا اقدر اضربها اوتو ودبليو اوتو، حتى لو ضربتني اوتو واحدة انا عندي فرصة اني اسوي تريد احسن. تمام طيب انتوا دحين خلينا نطلع من 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 الـ من الـ من الكونسبت حق التريد شوية. تمام الجنجل فين بدأ؟ شوف أنا من بداية الجيم ما شفنا فين الجنجل بدأ. الجنجل بدأ تبعهم إجوا متأخرين على الليل، فالمفروض بدأ في البوت سايد. إيش يعني؟ ومين الجنجل حقه؟ يعني الجنجل تبعهم في كرم. مزبوط. بدأ في الريد وبدأ يطلع لفوق. إيه ليش بيطلع لفوق؟ عشان ممكن يعمل هو جنجل بالاثنين يعني بالإي، بس ما أتوقع. فارمينج جنجلر ولا جانكينج جنجلر؟ لا فارمينج جنجلر. ايش الباث حقه؟ ريد ممكن بعد الراترز وولف بلو يطلع توب. ممكن نو الموست اوبتيمال فارم عنده تو باثس. اوكي يا ليفل 4 جانك يا شو اسمه يا ليفل 6 جانك. اذا يبغى يسوي فول فارم حياخذ ريد، بعدين حياخذ كراجز، بعدين حياخذ ريث، بعدين حياخذ وولفز، بعدين بلو كراجز بلو وش اسمه وجروم، بعدين ياخذ السكاتر اللي فوق او ياخذ الستاندر. طبعا هو عشان مره سريع في الفارم يبغى يسوي جانك مره بسرعه في ليفل 3 ولا ليفل 4، يروح ريد انتو ريثس انتو ممكن. طبعا انا ما ادري ليش ممكن اي احد في الايلو هذا يسيب كراجز، المفروض ياخذ كراجز لما يكون بالشامبيون هذا، لانه هيكرم من الشامبيونز اللي يخلص الست كامبس كلها قبل ما يفتح قبل 3 و15. اوكي يعني بس الجانك حقته دائما بعد 3:15 يعني بعد يعني 43 يعني بعد ما ياخذ السكتل، مش قبل ما ياخذ السكتل، يبغى ليفل 4 جانكس هو يوجولي. تمام طيب عشان عارفين انه هو متجه فوق، عشان انه فارمينج جنجلر، عشان انه جنجلر احتمال كبير ما حيجي على تحت. متى حنسوي الوارد حقتنا؟ بعد الدقيقه 3 بعد الدقيقه 4 3 ونص في الحدود. خلينا نشوف. بس يعني انا هنا غلطت. طيب ايش بتسوي هنا في الويف؟ الى الان انت مالي مستر ويف نهائيا. ايش المفروض كنت تسوي في الويف الثالثه هذه؟ دريفن كل ما اجي اعمل شيء كان يعمل لي بين خفيف على الويف. اتس فاين. متى حيوصل ليفل 2؟ أنا أنت تقدر تفلش على طول بعد ال هذا. طيب نرجع مرة ثانية. هون دريفن بغض النظر ما هي مسألة تلت ولا هذا. يعني It's fine. ما مش مهم إيش دريفن سوى، كل اللي يهمنا أنت إيش سويت وليش سويت. هنا ايش البوزيشن عندك؟ الكيو حقتك ما عندك كيو. اخذت الدبليو انت؟ اخذت الدبليو اول واحده، الكيو اليوم التورنادو، حسن التورنادو كيو الدبليو. ايوه اخذت الكيو يعني شوف انا ما حركز على ميكانيكا الايشو. اوكي اللي هي ما سويت الابيليتي حقتي صح ولا هذا حتتعلم عليها. هنا ضربت الاوتو وشلت البون بليتنج منها، سويت الكيو مره متاخر على فوق بدل ما اسويها على تحت. اوكي اي غلطه زي كذا ميكانيكال هذه ما لها حل، اللي انت تجي تلعب بالشامبيون مره كثير لما تتعلم عليه. انا اي ويل نوت ويست تايم فيها. تمام بس كل اللي يهمني هنا از يور بوزيشنينج. يور بوزيشنينج از اي ام نوت ريسبكتينج ليونا وانا اي ديزيرف تو تيك. يعني بلاكس لما انا طالع فيها وقفتك محلها مو مره غلط، قريب من الاي دي سي حقك. سويت تريد على ليونا صغير، الاي دي سي حقك جنبك قريب، تقدر تضرب ليونا مع بعض. Actually you could have hit ليونا مع بعض، بس انت غلطت في الكيو حقتك. ولو ما غلطت في الكيو حقتك كان الموضوع هذا صح مش غلط. اوكي مشكلتي مو هنا، مشكلتي قبلها، مشكلتي في how the wave is being set up. الويف الثانيه
الويف الثانيه جايه وذا ار بوشينج. الويف الثالثه ايش نبغى نسوي فيها هنا؟ نبغى نوصل الويفين هذه تحت التاور. مزبوط. عشان ما يسوي فريز. هو دحين مسوي فريز في مكان يعني كمان قاعد حبش. انت واقف قدام السبورت حقك قدام السبورت حقه which is good. I don't know how you died here. اتاخر في الهيل. المفروض تفلش حتى بعد يعني بعد ما سوى لك الاي كان في فلاش. ما فلشت بعد الاي. كانت الكيو تعمل له كانسي يعني تعمل له هذا ابعد شويه. اوكي. It's fine. مش مهم هذا كله. طيب موت رجعنا اللين دريفن مات يقدر يسوي فريز اللين في أسوأ يعني شوف بعد ما قتلوكم انا ما ادري. اتس جود فور يو احمد رب موجود وانا محلهم كسبت الويف رجعت اخلي فريز عندي تحت ما تاخذ ولا شيء من الفارم هذا. وعليكم السلام. ليه ما اشتريت وارد لما رجعت؟ ما كان عندك جولد حق وارد؟ لا كان معي جولد بس قليل مش كده والله ناسي. قلت لك هون امتلت من دريفن صار رايح على الرون. لا ما كان عندك جولد ولا كان تلت عليه. ما يهمني ايش دريفن يسوي يا باشا يهمني انت ايش بتسوي. انت اللي انكفشت اول ليش تزعل من دريفن؟ لا هو صار يعني فلام بزياده هاي اللي ميوت اول وسحبت على الجيبر شوي. اوكي هسه انا حطيت وارد في الدقيقه 4 تقريبا اول ما رجعت اللعب عشان راح يكون حواليات يا بس الوارد هذا ايش الفائده منها؟ عشان ما كنت بعرف انه هناك اذا بدي اروح ممكن تكون دياره موجوده يعني هم رجعوا وطولنا حتى واحنا قاعدين ناخذ البيت فكان ممكن يكون وصلت ديانا ومسوار عشان يكون مستنون في البرش. لا بس الجنجل از يور سايد الجنجل جنبك هنا قريب وشايفك موريك الطريق ايش الفائده من الورد هذه؟ yeah. طيب yeah. لما يكون اتس فاين هذه الاوتو باثينج وورد ما اوكي اول شيء لا تنسى انه انتوا عندكم ويف مره كبيره فايتس بوشينج انا في هذه الويف انا كنت بدي ادخل فايت خلاص انه لا 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 قبل ما دام عندي ويف كبيره هذه الورد مره غلط اوكي لانه احنا عارفين ان الويف حتسوي بوش تحت للتاور صح so what we want to do is we want the wave to push شويه وبعدين نحط وارد رمى سيف بليس من هنا نجي من هنا من الزاويه تحط وارد هنا ما في ما يحتاج تشيلها اذا تبغى تسوي فايت بس حط وارد اوكي احنا عارفين انه الجنجل حقهم از اراوند بوت سايد الحين مفروض اوكي انه طلع توب خلص كل حاجه ما بان في الخريطه راجع دحين مره ثانيه راجع مره ثانيه وحيبدا من بوت فهيز اراوند بوت سايد المفروض من دقيقه 43 الى دقيقه 4 هو عندنا تحت تمام وات وي وونت تو ميك شور انه لما تكون عندي ويف زي كذا احتمال كبير الجنجل راح يجي يستعد لانه هيز اللين ستيت بيقول انه والله احنا نبغى ندخل بعدين طبعا يعني هذا سميرف الدريفن ما بعرف اظن سميرف ما هذا مو جولد ديفينتلي مو جولد هذه غلط من ليونا ايش الغلط اللي سوته ليونا دخلت علي وانا وقفت ما مزبوط هذه فيري سمبل ما انت ما سويت فيها شيء هذه غلطه من ليونا الحين لو الجنجل هنا ايش كان سويت اول ما يدفك عليك ونرجع ليه ما رصدت من بدري ايش اللي نصرح في الاي دي سي اني تركته حيموت حيموت في كل الحالات يعني والله مره دينجرس يعني شوف هذه بحد ذاتها البلاي يعني هنا وقفتكم شوف الاول البليت الاول يعني البليت الاول اندرستاندبل وحتى البليت الاول انت عارف انه المينيونز كانوا يقدروا يشيلوا خلاص خلاص وهو بينشال يمشي على هنا وتأشر لـ ADC let's go let's go let's go let's go let's go
ميد مختفي جنجل مختفي. This is how you die in lane. تمام؟ الجنجل لو انه تحت انت المفروض ميتين. لو الميد انه تعرف وين مكان الجنجل هسه. ما نشوفها. راح كذا في التوب سايد حمار بس بغض النظر يعني. اوكي. اوكي؟ فما يهمنا احنا فين الجنجل حقهم حمار ما حمار ايش سوى ما ايش سوى. At this stage of the game he's supposed to be here. Yes. He's supposed to be around the bot side. سوى full clear. رجع لتحت مرة تانية. فهيز أراوند بوت. دحين هو بالنسبة لي المفروض إنه أراوند البوت سايد هنا. عشان أراوند البوت سايد هنا I have to respect إنه أراوند البوت سايد هنا. أول شيء وارد هنا طبعًا هذا شالو وارد. نعرف نبغى إحنا هذا الوارد مشي حالك. نبغى ديبر وارز بعدين إحنا هنا وهنا. بس هذه ما نقدر نسويها دحين. It's fine. Okay. فأخذنا kills. All what we need to do we don't greed. مرة ضروري فكر في هذه. أنت لازم تعلم wave management. إنه انت ما مسكت الويف من بدايه الجيم الين دحين حتى لو دريفن لا 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 هو حمار هو حمار هو جالس هي واز بوشينج ذا هول تايم اوكي ف ما كنتش بدي اعمل معه اي شيء في الويف يا انا يعني انا ما تكلمت معك كثير عليها الا في الويف الثالثه بس اللي انتم متوا فيها اوكي الويف الثالثه اللي وصلوا فيها ليفل 2 المفروض انت يو هيلب هيم انه تسوي بوش على الويف الثانيه والويف الثالثة بسرعة ولا في عندك شو اسمه في عندك طريقة يعني ال explain it بدأ من تموت خلينا شغل يو شوف هذه ونادي شوية advanced اوكي هنا الويف الثانيه وهي ماشيه وهي ماشيه كان ايش ممكن تسوي كان قبل ما تدخل قبل ما يوصل المينيونز للتاور افك الكيو عشان اوقفهم عند الفاير واحد صح اثنين اكشلي يورن 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 يجي ماشي لا يعني في طبعا انت عارف الرينج حق التاور ريت يا اوكي لا اظن هنا هذا اوت اوف رينج اظن هذا اوت اوف اوكي تجي توقف المينيون اجرو هنا يصير المينيونز حقونكم يوصلوا تحت التاور صعب صعب ضد ليانا ليفل 1 كانوا حبيبي ليفل 1 بس برضه الميبل ريسكي بالنسبه نو ما اتس نوت ريسكي انا بس بقول لك يو كان اف يو اف اذا بدون خوف اوكي جرب وتعلم don't do what يعني what شو اسمه what your mind is telling you من دون ما تجرب أو أنت وصلت أصلاً شوف فين وصلت وصلت طيب فاهمني كان تقدمها شوية بدري طبعاً أنت you played يعني هنا هذه لو كان قدمت على قدام شوية actually it doesn't matter it was grouped يعني بس كان ممكن تقدم تسحبها من بدري الويف وفي supports هاي إلو يسووها يسحب الويف على التاور ولا حتى الاي دي سي بنفسه يقوم يسويها يروح يسحب الويف على فوق على اساس المينيون ويف حقتنا توصل التاور اوكي فما حنكمل هنا نعدي هذول الحمير غلطوا زي ما قلنا الله يخليك الورد هذه ما لها اي معنى نو اوتو مود ووردز ابر اوتو مود ووردز لا اتوقع كان معي 2 words يعني again بس word ما لها اي معنى بس بالضبط في عندك مكان تاني او لا بدل ما تخليها معك بدل ما تضيعها زي mid مختفي jungle مختفي you want to die طمعين مرة طمعين مرة 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 وحتى you lose ما حد تكلم يعني تعرف الconcept حق التيمبو you lost tempo الconcept حق التيمبو عارفه تيمبو قد سمعت كلمة تيمبو في ليج اوف ليجندز لا خليها على جنب هذه ما هي فور ذا سيل اتس فاين اوكي فالويف حتوصل التاور حتخسر جزء منها حتى لو اخذته 160 انت عارف يعني الويف كل منيونز اكثر تقريبا كل 12 منيون عن كل يس بدل
مو 13 هو كل 15 مينيون ب 300 تقريبا، انت احسبها كل مينيون 20 افريجت. فمشكلتنا لما كل واحد فينا ياخذ 80 اتس نوت ريلي وورث الافورت والاكس بي اللي راح عليه. طبعا لا تنسى انه في اكس بي جدا مهم، اكس بي اكس بي ما خلوكم ترجعوا كمان انت جلست في اللين، اند ذس از جاست ستوبيد. لا اشتريتوا لا استفدتوا من الجولد ادفانتج اللي عندكم، ما عندكم فارم ما عندكم هذا. طبعا اجين اجين هو انت ما جلست عشان ريكساي، انت جلست لانكم طولتوا عشان تاخذوا التريس. جلست عشان ليون ما خلتني، بس بعدين كان بنفع بالضبط بالضبط. فالجنجل سوى حاجه كويسه وشاف الويف وجاء. اذا الجنجل كان في الجهه الثانيه من الماب This would have been a disaster. لا كان كان راح عليكم كثير. فاحنا احنا اجين انا بنطالع ايش صار في الجيم، ايش سووا الناس، احنا ان نبغى نعرف احنا ايش نسوي في المقابل. وبرضه you got out of it losing، يعني اعطيتوها كلين ولا ثلاثه كلات كلين. يا اتس نوت وورث ات ايفر. شوف قديش الويف اللي رايحه، والله يبكي دم. راح عليك راح عليه ثلاثة ويفات 3 أخذت ليت بغض النظر عن ليت، يعني راحت عليه ويفين مش ثلاثة. خالد هسا جاي وصار يقول لي آه. مش عارف إيش فراح أموت ولا ما أقدر أجيب سامحني عليه. لا يا طيب مانع خلاص. يو جايز لوست ذا لين هنا. المفروض ترجع عارف ليون تقدر تسوي تاور دايف ايزي. خلاص كمل موف اون. ما اهم شيء عارف ذاتس وات اي كير فور. شوف يعني وان ميستيك عشان اخذته بليت واحد زياده، ترجمت بعدها ل سيريز اوف ميستيكس. طبعا كون انه انت جالس تكتب في الشات هذه مصيبه. ايش الشات خلاص انا اي ما يلمت. لا حبيبي الله خليك سوي ميوت اول. يعني اذا انا سويتها وانا المفروض انا اقول والله عندي شويه منتل اقدر اتحمل. جست دو ات، just go a light chat all chat قفله كله no more typing خلاص انساها. ها عشان لا نضيع وقت. we want to get better. وما يهمني ايش سوى دريفن ايش سوى عبد السميع، هي نفسها غلط هي بتسوي. وهذه ميزه الايلو هذا، انه حتى لو انت غلط غلط هم الاثنين بغلطوا، فنقدر نرد الجيم ما عندنا اي مشاكل. اوكي دريفن توك دريفن ما هو ما ادري ما it doesn't seem like he's from this elo عشان الاكسات بيمسكها كويس وبيتحرك كويس and his positioning is fine. ما اظن انه يعني يمكن بلات بس ولا يمكن حاجه، بس definitely ما هو سيلفر. يعني شعر شوي بس على هاي قبل شوي انا طلعت روم على الميد لين، فقول لي انه مكانه منيح كان. لين از بوشينج ما عندك شيء تسوي. الاخ سوى الوارد قصدك؟ لا اسال هون اعطوني ثلاث من هون و رحت على الميدلين. طيب فين السكانر؟ السكانر لسه ما جبت الباسف تبع الورد. طيب وايد وايد لسه ما شريته، رجع الجاي بشتري. تأخرت لا 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 ترجع تشتري سكانر اذا تبى تسوي روم. يو وانت تو هاف ا سكانر وتشتري بينك وورد. الى الان ما اشتريت ولا بينك وورد انت. اكشلي عندك سكانر. ايه بس ما عندك بينك وورد، ايش الفايده؟ ما كان معي جولد وقت البينك وورد. كيف ما كان عندك جولد؟ اخذت تو بوشنز ولا البوشنز من اول هذه؟ بوشنز من اول من بداية الجيم لين دحين ما استخدمناها؟ لا لا استخدمتها اي واحدة الثانيات في الراجعة الثانية. طيب بس ما استخدمتها انا وهم عملوا الجوارد دحين حنشوف دحين اشوف. شايف؟ ايه ارجع لك. طيب بيعهم يعني ما انا ماني فاهم. yeah. ما ادري انا يا اخي ما بلاحب ابيع. اعتمد
جالس تستنى جولد مرة طولت. لا هذا كنت أكتب في الشات. لا لا بتستنى جولد اشتريت ايتم فانت بيع هذا ايش هذا كيف حطيته هذا عندك عندك الفروست فان يا اخي والله انك زبال ارجع 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 انا مو قاعد اكتب يا اشتري اول شيء وانت ماشي هنا ايماجن ايماجن الجنجل والسبورت حقهم هنا موجودين ايماجن ايش يصير فيك انت كلمه طيب سكانر ما في شيء سكانر ما في شيء حط وارد هنا ايش الوارد ايش الفكره من الوارد هذه لما تحط وارد هنا ايش يعني ايش يعني what does it mean ايش الفرق بين بين الوارد هذا اللي هنا والوارد هذا اللي هنا والوارد هذا اللي هنا حسب البريوريتي تبعت الميد ايش يعني حسب البريوريتي تبعت الميد مثلا هاي الوارد اذا معمول على اذا هو عامل بوش اذا الميد تبعنا عامل بوش بحطها في اول واحدة اللي فوق الويف تبع المنت انه عادي في النص يعني طبيعي المفروض انه تكون في الريفر عشان اشوف الريفر كامل واللي جوا اجريسيف وورد او ديب وورد طيب خليني نشرحها بطريقة تانية هذه الورد اللي هنا يعني is kind of useless completely ما لها اي معنى كان سؤال ايش اسمه استنكاري كان سؤال ملفوف عشان yeah. تشوف عشان مو اشوف لا طيب الورد اللي هنا الورد اللي هنا والورد اللي هنا احيانا هذه كلها ديفنسيف ووردز ما لا بغض النظر عن البريوريتي حق اللين اوكي ليش نبغى الورد هذا اللي هنا عشان خايفين على الجنجل تبعنا مزبوط عشان خايفين احد مشي من هنا But there is always a better place to ward instead of this, which is here. وفي نفس الوقت الجهة الثانية there is a better place to ward here or here. Okay. بس هذه الوارد أصلا does not trigger يعني المفروض ما نحطها في الجيم إلا لما نبغى نلعب defensive. الميد تاور حقنا انشال وخايفين إن هم بيسووا push نحط defensive ward. الحين جنجل موجود ميد does not have necessarily priority عندي دحين حاجتين ابغى اسويها ابغى اول شيء لازم اي سكان وانا ماشي عشان اشوف هم شايفيني ولا ما هم شايفيني اوكي سكان امبورتنت تمام شايفيني حط وارد ديفنسيف هنا وارجع ما هم شايفيني اقدم حط وارد هنا قد حط وارد هنا انا استخدمت الوارد بعد ما دخلت البوش ما بعرف ليش ديفنتلي يعني وارد تلقائية بغض النظر بغض النظر ما هي مشكلة احنا نبغى نصلح حطيتها قبل ما تخش الوارد اسمع وعندك الستاكات عندك ثلاثة وارد وبعدين جيت من هنا ما انت شايف في وارد ولا ما في وارد جلس لو كنت مع الجنجل والهذا بدي اعطيه سيف اسرع وقت يا اخي في شك يا اخي ايش بك ايش لان صلاح مين فيه قلت لك الجنجل والسبورت هنا انت ميت الجنجل والسبورت هنا انت ميت جنجل والسبورت هنا انت ميت your face shaking while you are squishy ما انت تانكي الشك عندي انا فيها مشكله كبيره لا الله يرحم لي ابوك لا ما we don't face check ممنوع it's illegal على قول اسمه هذا what's his name نسيت اسمه واحد من الستريمرز اللي it's definitely illegal ما كان شايف الجنجل فوق الجنجل حقهم مش حق التيم الخصم الجنجل حقنا الجنجل حقهم ما شفناه من زمان الجنجل حقهم جالس يفرم هنا سكانر وتحط وارد زي الناس ما نبغى الوارد هذه ولا نبغى هذه في الحالة هذه أجريسيف نبغى نحط وارد هنا أوكي وسكانر وانت ماشي من يوم ما تشوف الوارد ترجع لأنه أبغاك تفكر أنت محلهم أنت هنا واقف أنت هنا لا شافوك في الورد شافوك في الورد إيش هيسووا وشافوك وأنت بتشيلها هيدخلوا عليك لما نشوف الورد لا تجلس زي الأهبل أنا أبغى أشيل الورد لا خلاص تريجر باك على طول تمام
شفناهم خلاص مطمنين ما في احد جنبي، انزل شيل الوارد. اوكي، فدائما فكر من وجهه نظر النفر الثاني، شفناه وهو دحين جالس يشيل الوارد زي الابله، حنروح نقتله، لانه هو مو داري هنا في احد ولا هنا في احد ولا هنا في احد. ما انت داري، ما انت شايف المد، ما انت شايف الجنجل، ما انت شايف الهاد. شوف في الايلو هذا كله الكلام هذا ما يفرق، بس عشان تطلع you need to start doing this right، لازم تسويها صح. بس معاه كيو لازم يجيبها لوقات الخطرة. ليش نسوي حاجة very high risk يا اخواني؟ ليش نسوي حاجة تعتمد على انك انت تسوي السكيل شوت حقتك صح زي الناس الوادي؟ مش شيء تاني حتى لو عنده الكيو حقته. هيكرم التي حتمشي through it، ما يفرق. مو لازم نسوي بلايز كلنا نحترف بكل الحالات. فيس تشيك ما هتكلم، فيس تشيك ما هتكلم. I think I would have, يعني you played this okay. برضو اوتوز ما فيها. نهائيا ما في اوتوز نهائيا. ايه هو جبرك. ايوه. الله يخليك، براكتس تول وعود يدك ما تضرب اي احد الا مع اوتو بس. وبعدين مع الجنكل دحين ما انت خايف. اوه برضو ما في اوتو. سويت السكانر يا ربي بطل. طبعا بتريق. اوكي طيب، ايش عندك تسوي هنا دحين؟ ولا شيء، فالمفروض اني اطلع لجهه الرفت. خايف يعني جهه الرفت ما في، يعني اقلها روح خذ اكس بي مع ميد، روح بدل وجالس تتفرج على الجيم ولا تسوي اي حاجه ما لها اي داعي ولا سيت اب. يعني اهو يعني رجعت من انا اللي ضربت الوار، بعدين رجعت. لا بس كان تمشي. لا بس شايفين هذه الاخت تحت، امشي من هنا كلير. طبعا لو يكون عندك سكانر يا عشان يو كلين اب السكان هنا من بدري. اجت من ورا الدراجون ديانا. اسوين 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 اسوين. لا الجنجل معاك كان عشان كذا يعني. اي دي سي ما في، انا اصلا ما كان انزل بطني هيا. روح مد اخذ اي سوك شويه اكس بي ولا اخذ لي اي حاجه مفيده. يعني مين اللي بيأشر لي؟ دريفن جالس يأشر. اسمه عدول، لا عبدول، ادبو جالس ايش؟ شفناهم. هذا راح فلش، والثاني فلش. اوكي نايس. سالت نات انا ايش بلايات اول. اوكي ذس از اون يو مان. يعني الالتي هذه ما كان لها داعي. الميد شايفه، الميد شايفينه، الميد شايفينه، الميد بدا ينزل بوت. اوكي انا متاكد لا انت ولا انا ما شفته. اوكي على الورده الاولى عدى من جنبها. طبعا شايف الورده هذه ايش الفائده منها؟ زباله زي بالضبط. اوكي قال له لو كان في ورد هنا دحين شايفينه في الطريق، لا شفته هو نازل من هنا ولا شفته. فهنا وي تيك ذا ريسبونسابيلتي اوف المستيك. هذا ما ذا لاك اوف ميني ماب فيو. اوكي كويس انه فقع. ايش نزلك بوت عشان تساعده؟ ذس فاين. هو بيسوي ريكول. نزلتك بوت ايش الفايده منها؟ يصير ما في اي فايده منها. يو كان ستوب المينيون. اي ستوب المينيون. يو كان ستوب المينيون ويف قصدي. يا بس اي ستوب المينيون.
ايش فيه يا ابني؟ It's fine, but you're still face checking. بس هذه مشكلة عندي لازم أحطها. أنا أعرف هذه مشكلة عندي. هذا باين وارد من هنا. أنت جاي وارد من هنا. سيف وارد. توقف هنا تسوي وارد هنا. سيف. بعدين تقدم. ركساي كان هناك ما توقعت إنه يكون في حدا. يمكن في أحد يا أخي إيش درك؟ ركساي عدى منه. ركساي عدى منه من فين أشوف؟ ركساي ما عدى من هناك. هذا اللي عدى من هنا فز فز. فز اسمعني يا يوري. مش scared from face checking overall يعني. أنا I don't know what to say about this. هذه اللفة ماني فاهم إيش كانت الفكرة منها بس. برضه اوتو ما في ايش بدا السلامات ليه نزل وهو ميد ايش فيه يبي يسرق من دون سمايت ايه انا عمله انا الشات لو شفت لي انا عمله 3000 بينج بتحمس اوكي good for him Lane positioning ولا how you are feeling in the game is beyond me. Lane لسه ما خلص ديز. بس أبغى أوضح إنه عدى من الجيم 14 دقيقة وأنت ما اشتريت. ولا بينك وارد ليش؟ بس أنا في العادة أشتري بينك أكثر هناك بس الجيم هذا يعني الجيم هذا كان يستدعي بينكات عشان عشان في جاليو يتحرك كذا مو بس جاليو عشان يعني بتسوي جانكس مرة كثير أصلا يعني في want to make sure إنه الجنجل حقه يقدر يسوي جانكس ببلاش أكشلي أنا بلاشات واحدة وحطيتها في البرش اللي عندنا ما أنا فاكر. You actually played it okay. ADC حق مات كيف؟ شوف اثنين بينك الله اخيرا نرجع ثاني لا what did you do again thank you هذه لازم نبطلها يعني بالذات لما تلعب سكوشي سبورت بالذات وما في تيم انسر حتى لو عندك الرياكشن ال 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 الخنفشاري هذا ما شاء الله تبارك الله الاحترافي اللي هو تقدر تسوي التي on the spot البوزيشنينج عامة دائما بمشكلة قلت لك جانا في عندنا حاجتين فيها مرة ضرورية how you play the lane and how you position in team fight yes عشان الناس كوشي لأننا زي الـ ADC ف
no face checks. You position yourself دائما ورا مع الـ ADC at the back line. And you always make sure إنه you are peeling from behind. And you are peeling. أي أحد جاي على الـ ADC تدفه. ما نبغى نفك التورنيدو حقنا من بدري. نبغى نفك الشيلد من بدري. That's fine. We want to shield whoever is going in. We want to shield some people. ما عندنا أي مشكلة. Face check. Face check. Oh my god. والله أخاف لما أسوق لما أشوف. شوف الكونسبت حق الفيس شيك ايش هو دائما اتكلم عنه تدخل على الوش بدون ما تشوف لا انه ما تحط الورد ضمن مكان سيف لا لو دخلت هنا هذه فيس شيك لو جيت هنا عشان تورد هذه فيس شيك لانه هنا انت فرينج حق دي لو في اثنين هنا انت ميتين انت ميت تبغى تحط الورد هذه انت صح بس يا اخي مع التيم يا اخي لو سلكت معاك مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة مو معناها حتسلك شايفه يا الله ماشي بالتيم فايت هذي ماشي your positioning تأخرت في الكيو ليه ما فكيت التي بسرعة طيب كان ممكن تفك التي وتكنسل أجين أنا ما حتكلم عن ميكانيك هذا لأنه أنا الشامبيون عامة هنا ألتي ليه مو ألتي كان وقفتها على طول actually do I have ult? No I don't have أنا استخدمت الألتي دور رجع شوي لورا لسه ما هو موجود إيه ما في ألتي لازم سوي كيو أحسن زي الناس القادمة ليش والله ما يستحي مس فورسين كمان والله سبق مع مس فورسين good one. لما بتسوي فيكس بتسوي فيكس. You guys called for a burn. مو بارن هذا ال. It's fine. ما في شيء تسويه في الماب. Already فكيت السكانر حقك. يعني. There is nothing for you to do other than scan ward. And the team حقك كله ما بيتحرك معك. You don't go. Imperial mandate. Fine. Not that kill. Fine. أظن أهم شيء نركز عليه. Again, زي ما قلت لك, the early laning phase. إنه الباقي is just again whatever happens in the game حسب الشامبيون حسب اللاعبين يا لا how to trade زي الناس الهادي هنا هذا فلش away from you I don't know why بعدين رجعوا عليك دخلوا عليك why are you chasing وراهم انت عشان كنا نفوت خلاص ما حدا متعرف لا اللي اكتشفته يعني بعد ما بغض النظر قلت لك انت your role is to play like an ADC تعرف تلعب ADC انت ولا ما تعرف yeah. الله خليك stay behind until you have someone in front of you otherwise ما نروح ما ندخل دخلات غريبة زي كده عجيب يعني هذه you're chasing behind them ولو مو chase حقك ما كان رجع عليك اصلا انه هو عارف انه انت you went out of position فقال وهذا استفلش اوريدي وهذا عارفين هيلث واطي هذا هيلث مره واطي ما حيخش يعني فشافوك انت والثاني تجري لحالكم قال لك ارجع عليه بوزيشنينج الجيم هذا كم دقيقة؟ يعني ما اظن حيحتاج
يا حنلاقي شيء مختلف عن عن الوضع اللي عامه بنلاقي. حنلاقي فيس شكس، حنلاقي لاك اوف شو اسمه اوف بوزيشنينج، حنلاقي انت لازم تجلس مع التيم اصلا، فما حقول لك ولا شيء. هم بيلعبوا ايرام دحين اكشلي. لا 1 4 كويس ايزي جيم. قال اخي ليش ما باخذ Your warding locations are. انت اللي حطيت الورد هذه؟ مين اللي حط الورد هذه؟ اللي هنا. لا ليش حطيت الورد هذه؟ لا فز. الورد هذه كويسة. هذه ما هي كويسة. لما نبغى نروح على بارن. يعني لما نبغى نروح على دريك نبغى وارد هنا، نبغى وارد هنا ونبغى البينك. مين اللي يحط البينك زي كده؟ انت؟ يلا هاي الكتابة دي. اوكي ايش الفاي ايش المشكلة في البينك هذه؟ انه ما بضغط اذا حط وارد على الجدار ما بشوفها يعني ما بتكون. طيب يا اخي مدام عارف ما شاء الله عليك يا اخي ليه ما تسويها؟ ايش لو حط بينك هنا دحين ايش لو حط اي ورد هنا دحين ايش الفايده؟ انت ما تشوف البينك حقتك حطها جوا زي الناس الوادين. ولما يو وانت بريبير فور فور شو اسمه فور فور اني اوبجكتيف نبغى وي وورد الاماكن اللي هي اللي اللي البوتنشال يدخل علينا منها. واحد اثنين ثلاثه الطريق اربعه اوكي. اقلها ورد هذا ورد هذا. انت ماشي من بدري وانت شايفهم كلهم and your warding shallow words that are useless. فاهمني؟ yeah. طيب. ايش تسوي الورد هذه ما تفك حقته يا اخي والله يضحكتني. ما شاء الله عليك يعني. زبال حقهم ده برضو والله مرة زبال الهورسي. ايش رد ياسين تضربوا دريك. يا الله مستعدين يموتوا عشان دريك. هذه فلشت تحت يا رجل. شي فلاشت عشان تفك هلتي ياس. عم انت سامي له من انا جالس العب فيه دحين يعني. اوكي اوكي ما I would have done it maybe. I don't know. طيب I think this is enough. يعني in terms of الحاجات اللي لازم نركز عليها زي ما قلت لك. أول شيء واحد positioning عشان trades زي الناس الوادم. متى نسوي trades على حسب ال يعني الماتش اب اللي قدامنا اكيد ما فيها كلام. على حسب عند اذا اللي بدنا اذا بدي بوك سبورت ممكن زرف ولا نامي ولا شيء مثل هيك انه يقدر يعمل اوت اوف رينج. فاهم علي؟ نفس الشيء ما حيتغير شيء. تسوي نفس الشيء whenever you're trading health مع الـ مع الـ مع الاي دي سي حقهم it's always worth it. ومنيفر ما عندهم CDs حقتهم تقدم على قدام. قلت لك التريد اوبورتونيتي في حالتين جاي ياخذ منين استخدموا CDs حقتهم ما عندهم CDs نقدر نخش نضربهم. فتستنى الاخ هذا يفك الكيو حقته ولا يفك الاي زرث مثلا الاي حقته الدبليو والكيو هو البرايورتي حقه انه هو يضرب الاي دي سي حقك مو يضربك انت الا اذا كنت انت مره اوت اوف بوزيشن صح؟ صح فش... فهو الاي دي سي هو حيركز على الاي دي سي زي ما انت بتركز على الاي دي سي حقه.
رايح سوى الكيو حقته على اي دي سي ولا سوى الدبليو ولا سوى الاي. طبعا ليفل 1 ليفل 2 عندك الادفانتج, ليفل 3 لما تكون عنده الاي لازم تخاف منها لانه لو جات فيك الاي تموت. فنمشي بنفس النظام, لما يكونوا مليز مره سهل الجيم, لما يكونوا رينج مين الاثنين الرينج اللي يكون عندهم دامج اكثر هم اللي يفوزوا وياخذوا برايورتي. لما تقول لي والله مثلا هم عندهم زيرث وعندهم تشامبيون ثاني عنده بوك, شيء طبيعي انه هم يكون عندهم البرايورتي في اللين هم يفوزوا عليكم. فيو هاف تو بلاي ا بيت ليس اجريسيف, تلعب اجريسيف اقل شويه. اوكي تمام. طب سؤال بس انا ما اخذ وقتك انا لا لا عادي حبيبي. هسه اردن سنسور فلوينج ستاف اوف واتر, مين اخذ متى كيف ليش؟ بس انا بعرف مثلا اذا كان معي اي دي كثير باخذ الاردن سنسور اللي بتحتاج له اتاك سبيد وهيك. فلوينج اذا في مثلا معي ابيليتي او انجيجر او هيك صح ولا لا؟ ما في كلام. اردن سنسور لما يكون عندك اوتو اتاك بيس تشامبيونز اوكي يو برايزرايز الاردن سنسور على طول. هل هذا الجيم المفروض فلوينج صح؟ لا عندك دريفن بس دريفن is not that huge يعني بالنسبة للفيز. كان انه في البداية اصلا مفكر انه فيز العادة هي تاني ايتم تجيبها يعني. فنورمالي انت ما وصلت للمرحلة في الجيم اللي تفكر فانت تجيبها عشان الاي دي سي حقك يوجولي. وعندك اثنين وعندك ثلاثة اي دي اي دي دامج ديلرز اتس اولز وورث ات. فعامة موست اوف ذا تايم انت موست اوف ذا تايم از جانا حتجيب حتجيبها بالاثنين يا بس تجيب اردنت اول يا اردنت اول ايوه طبعا يوجولي. بس مثلا لو معي جن ايش مثل هيك يعني مثلا جن الشامبيونات اللي معاه ما بتحتاج للتاك سبيد العالي ما تحتاجها تقلبها او حتى تشيل الاردنت كومبليتلي من البلد من البيل تبعك. بس اردنت صدقني اذا جبت اردنت تفوز اللين على طول. زمان يعني السبورتس كانوا دي برايورتايز اردنت بدري تمام. الاردنت سبورت زي الاحلى اللي شا... زي أنا... الكاس لا الكاس على 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 على, على جانا لا على كارما ممكن مش على جانا. على جانا أنا... على جانا توز كود لا لا افري بوك تعطي الشيلد برجع اتش بي ام اي اندرستاندبل. بس الاردن سنسر على اوتو اتاك بيست اي دي سيز يو وين لين. فدايما دايما 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 اردن سنسر. اصلا اردن سنسر ميتا هي اللي يعني عرفتنا كلنا على موضوع لها. انا اود جو اردن سنسر لما يكون عندي اي دي سي يعتمد على اوتو اتاك سبيد اتاك سبيد او عندي تشامبيونز في الجيم. شو اسمه ستاف اوف مانا فلوينج ووتر ولا شو اسمه ستاف اوف فلوينج ووتر. Staff of flowing water. خليني افتكر الستاتس. انا for some reason ماني فاكر الستاتس حقتها صراحه. ability heal and shield base mana region shielding ally grant يا هذه اللي هي بدال اصلا الاثينز. Yeah it's a replacement for athens. I would always empower ال AD حقي بعدين هذه لانه هذه is better for team fighting. هذه ما هي better for trading. انت فكر فيها ايش اللي حيفيدني في تريدينج اكتر وايش اللي حيفيدني في تيم فايتنج اكتر. اذا انا عندي والله اي دي سي ولا عندي اي دي يعتمد على اتاك سبيد احنا نبغى نفوز اللين ان وي وونت تو بلاي اجريسيف. في المقابل انت تبي تشتري ايتم زي اثينز بتقول انا ابغى العب باسيف وديفنسيف فاهمني. فدايما اجريشن احسن دايما ان شاء الله. اوكي وانت في النهايه لا يعني لا تاخذ مني يعني الفاينل علم. طبعا انا بتكلم على بطريقه جينيريك ان تيرمز اوف الايتمايزيشن. شوف الاو تي بي جانا ايش بيسووا. يمكن الايتم هذه خربانه حاليا بياخذوها ثاني ايتم فاهمني. يمكن الايتم هذه لا فيها ستات مضروب ف دي ار برايتريزنج عليها فور ايفر ذا ريزن فاهمني. يعني انا شايف انا ستاف لما طالع في بي جي جي شايف والله 13% of the time they are getting item هذه اول اللي هو الستاف فلوينج ووتر. حالات بيجي باردن سيستم اول. اشوف الاو تي بيز حقون جانا ليش بياخذوها اول whatever the reason. بس انا بنتكلم اجين عن الجيم فيه اي ديز كثير يعتمدوا على التاك سبيد. الايتم هذه تعطيني ادفانتج في اللين تخلي الاي دي سي حقي يفوز في اللين اصلا.
خرجت من اللين ما عندك شيء تفيد الاي دي سي فيه، عارف انه والله وير تيم فايتنج مره بدري، اجيب ستاف فلوينج مان فلوينج فوتر. يعني في هذا الجيم مثلا عبين ما خلصت الميثك ايتم اصلا والبوتس قدنا اصلا طلعنا من اللين وطلعنا من دخلنا في الميد جيم يعني. يمكن ستاف اوف الستاف كانت ود هاف بين بيتر يعني. اوكي اصلا مره متاخر في لايتمايزيشن كده ليش هي ولا هي كده الجيم؟ لا هي جيم طويلة في شيء يعني كل لاعب بس إنه جيم طويل. Let's kill two people and then recall. Let's have Baron and wait for Drake to come. الله يخرجنا الله يخرجنا. طيب again أظن أحسن شيء تسويه دحين تركز على الايرلي جيم حقك وتحلها حبة حبة، بعدين تشوف موضوع الفيس تشيك وهاو يو تيم فايت هاو تو بوزيشن فور تيم فايتنج. لما لو في واحد اوت اوف بوزيشن انت عارف عشان الموفمنت سبيد اللي عندنا مرة كويس زي ما انت كنت بتسوي تروح وتكفشه وتسوي له سلو تسوي له هذا التيم حقك يلحقوا ياخذوه يسوي له بيك ممتاز جدا. Otherwise, if you're team fighting, you have to play like you're playing for the third row. الخط الثالث. Okay? من وراء, you shield and you wait for some... مع ADC, جنب ADC على أساس أنه عمل بيل. بالضبط. تعمل بيل لهوايفر لأي أحد. للدمج دي لك. مزبوط. حتى ممكن واحد من اللي قدام في فرونت لاين تحط عليه shields. الشيلز حقتك أفضل تستخدمها for shielding and healing دار انه تستخدمها عشان تدي دامج تمام؟ فتحطها على الفرونت لاينر احسن من تحطها على الباك لاينر عشان يسوي اي دي عشان ياخذ الاكسترا اي دي عشان يسوي دامج. اوكي؟ في اللينينج فيز انا ما انتبهت لك صراحه هل بتسوي الشيلد حقك كل مره الاي دي سي الاي دي سي حقك بيقدم عشان يسوي دامج ولا لا؟ ما انتبهت. اصلا بعد الديث تبعنا واخذنا عليهم كل اللين اصلا صار شوربه yes. في لينينج فيز يعني التريد باترن الثانيه انه والله تقدر تخش زي ما انت تروح تسوي تريد مع الاي دي سي وهو من دون اي مانا من دون اي ويف من دون اي حاجه تيجي تروح تقدم على قدام تحط الشيلد على نفسك تضرب الاي دي سي اوتو دبليو اوتو وترجع وهو يشيل الشيلد عليك. هذا التريد باترن دائما اشوفه دائما يسووا لي اياه يقرفون الجانا المقرفين يوقفني يوقف مره قدام بعيد عن الويف ويسوي الكومبو حقه هذا يكسر لي راسي ولا يشيل ربع هيلثي وانا ما شلت منه ولا شيء على اساس عنده شيلد. عشان كده اقول لك انا تريد يور شيلد وتريد يور هيلث اتس وورث ات. فاهمني؟ تمام. الله يعطيك العافيه وبالتوفيق ان شاء الله والله يسر. شكرا يا عمر حبيبي الله يخليك. لو في اي سؤال ولا في اي حاجه بعدين خلينا نشوفها كده على حد.